بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الخامس من الكتاب الرابع والثلاثين، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. والجائر هو خلاف العادل، يعني الظالم، يبقى الجائر هو الظالم. وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 25 بعد 804,000، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار. مهمة، شوف دقة العلماء. عمرو كان ممكن يقول عمرو ابن دينار، لكن هو الرواية سمعها من شيخ وقال عمرو بس، وهو عايز يعرفه يقول يعني. اما يقول يعني كده معناه ان هو ما سمعهاش من شيخه معرف، سمعها عمرو بس. دقة في البلاغ، يعني اعرف كيف هذه الأمة حفظت التراث بدقة وعناية شديدة، بحيث أنه يحفظ ما سمعه من الشيخ بالتفصيل، وإذا أراد أن يزيد شيء لازم يبين علامة في الكلام إن إيه، إن ده غير ما سمعه. شوف قد إيه، فدي نقطة مهمة. كلمة يعني دي، يعني ابن دينار دي مهمة جدا، علامة الدقة في البلاغ. وإن هو مرضاش يتألى على شيخه إنه قال عمرو بن دينار، مع ان عمرو ده هو عمرو بن دينار، بس شيخه قال عمرو بس، ما قالش عمرو بن دينار. يوم ايه يقول لك يعني ابن دينار. كلمه يعني دي دقه في ايه، في البلاغ. عن عمرو بن اوس عن عبد الله بن عمرو قال: ابن نمير وابو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه واله وسلم. وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المقسطين عند الله، يعني عند الله هنا عندية كرامة وليست مكان، عندية كرامة ومرتبة ورتبة. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين. عن يمين الرحمن، لحسن تفتكر إن الرحمن ده له جهات، يقوم النبي يقول لك إيه، وكلتا يديه يمين، يعني لا تظن الجهة. ويمين الرحمن أي جهة الإكرام، فجعل اليمين جهة الإكرام والشمال جهة الخزلان والعقوب. فلما قال عن يمين الرحمن أي في جهة الإكرام، حيث أنها تقابل جهة الخزلان وهي جهة الشمال، ويقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين، والمنابر الأشياء الأماكن المرتفعة. نبر يعني ارتفع، منبر يعني المقام المرتفع. على منابر من نور
عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أدي المقسط أو تعرفوا مين؟ الذين يعدلون في حكمهم إذا حكموا بين الناس، وأهليهم إذا كانوا مسؤولين في أهليهم، وما ولوا إذا كانوا موظفين ولهم مناصب، أي منصب كان يدخل تحت هذا الحديث. أي إنسان في أي منصب إذا عدل ولم يظلم كانت له هذه الفضيلة يوم القيامة. المقسطين جاية إيه؟ من أقسط، يقسط فهو مقسط، وأقسط يعني أزال القسط، والقسط هو الظلم، يعني قسط يعني ظلم، أقسط أزال الظلم. قسط الثلاثي، قسط ده فعل الثلاثي معناه ظلم وزنا ومعنى، أقسط يعني إيه؟ عدل بمعنى أزال الظلم. يبقى قسط فهو قاسط، يعني ظلم فهو ظالم، قسط قاسط. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يبقى القاسطون جاي من قسط يعني الظالمون، واضح؟ أما أقسط يقسط فهو مقسط، والله يحب المقسطين. فهمت الفرق؟ عشان كده سيدنا سعيد بن جبير لما الحجاج بن يوسف الثقفي قال ما تقول وفي، لانه بلغه انه بيذمه بسبب ظلمه. سيدنا سعيد بن جبير كان من كبار التابعين وعالم كبير، فلما بلغه انه هو بيذم الحجاج فقبض عليه وجاءه اليه في قصر فقال ماذا تقول عليه؟ قال أقول عليك قاسط عادل. عندهم جرأة ما يهمهمش، والحجاج ابن يوسف كان داهية في اللغة فاهم. قال سبني والله قاسط، والله يقول أما القاسطون فكانوا جهنم عادل حطب، وعادل والذين كفروا بربهم يعدلون. يبقى سبني فأمر بإعدامه وقتله، فقال اللهم لا تمكنه في من احد بعدي. ما قالش اللهم، وكان دعوته مستجابه، كان معروف، كان لو قال اللهم لا تمكنه مني كان ربنا عصم كمان، لكن هو اراد ان ينال الشهاده عند سلطان ظالم جائر، فقال اللهم لا تمكنه من احد بعدي. فقتل، واصيب الحجاج بعد ذلك بداء ومرض شديد منعه من النوم، فبقى يمشي في قصر ويحط ايده على دماغه عدة ايام لا ينام، ويقول اصابتني دعوة سعيد، حتى مات. فلم يقتل احد بعد سعيد بن جبير، فهم؟ فيبقى قسط يعني ظلم، ومنها واما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، غير اقسط يقسط فهو مقسط. فهمت ازاي؟ يعدلون عن عبادته بالشرك، يعني عدلوا عن العبادة بالشرك. وعن أبي قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا،
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الحديث ده له قصة، عشان تفهمه لازم تعرف قصة الحديث. معاوية بن أبي سفيان بعد مقتل سيدنا علي بن أبي طالب وتنازل سيدنا الحسن له بعد مقتل أبيه واستشهاده بستة أشهر، تنازل سيدنا الحسن عن الخلافة لمعاوية على أن تقف الحروب بين المسلمين وأن تكون له مدة عمره، ثم بعد ذلك يتركها شورى بين المسلمين. اتفقوا على هذا وعلى أن يعود سيدنا الحسن إلى المدينة، وأن هو يعطيه عطاء كبير علشان يقوم بالنفقة على المسؤول عنهم في المدينة سيدنا الحسن. وعاد إلى، كان سيدنا علي بن أبي طالب لما آلت إليه الخلافة كان أرسل محمد بن أبي بكر والي على مصر، فمحمد بن أبي بكر أخو ستنا عائشة، كان أخوها الصغير صغير في السن عنه، أرسله واليا على إيه؟ على، وكان محمد بن أبي بكر ممن شاركوا الجيش اللي حاصر سيدنا عثمان، فهمت إزاي؟ وقتل سيدنا عثمان بهذا الجيش. فسيدنا علي بن أبي طالب أمر على أهل مصر مين؟ محمد بن أبي بكر. فلما آلت الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان أراد أن ينتزع الولاية من محمد بن أبي بكر، حيث أنه كان مواليا لسيدنا علي، فأرسل إليه جيشا كويس بقيادة قيل عمرو بن العاص وقيل معاوية ابن نجيح التجيبي، وده من أهل اليمن، اختلف. فسماها غزوة، معاوية سماها ايه؟ غزوة. فبعت وراحوا قاتلوا سيدنا محمد بن أبي بكر في مصر وقتلوه، فهمت ازاي؟ قتلوه شر قتلة، حتى أنهم قالوا أنه يعني ايه، قتلوه في خربة كان فيها حمار ميت فأحرقوه مع الحمار، يعني شر قتلة. فستنا عائشة طبعا المفروض تزعل منهم، فهمت ازاي؟ فجالها الجدع ده من مصر اللي هو ايه، عبد الرحمن بن شماس، بيسألها بيزورها، قالت له ايه؟ قالت له ممن انت؟ فقلت رجل من اهل مصر. افتكرت بقى اخوها واللي جراله، فهمت ازاي هناك؟ فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه اللي هي اللي بعتها معاوية عشان ياخذ الحكم ايه وامارة مصر من ايه، من محمد بن ابي بكر اللي كان واليا من قبل سيدنا علي، فهمت بقى؟ فقال ما نقمنا منه شيئا، يعني الايه الامير هذه الغزوة اللي ولع علينا معاوية اللي هو اختلف فيها، اللي هو عمرو بن العاص ولا معاوية ابن خديج ابن خديج التجيبي، كويس؟ خديج، انا قلت ايه نجيح في الاول، هي خديج، معاوية بن خديج التجيبي، وده كان يماني، اختلف ايهما هل ده ولا ده. فبتسألوا اميركم كان عامل ايه معاكم وهو بيقودكم في هذه الرحلة الطويلة، فهمت ازاي؟ فقال لها ايه، ما نقمنا منه شيئا، يعني ما ضايقناش في حاجة، ما نقمنا من شيئا، لم نبغض منه خلق معين، يعني كان رجل اخلاقه طيبة معنا، ما نقمنا منه شيئا، إن كان لا يموت للرجل منا البعير في الطريق، يعني يموت منه البعير فيعطيه البعير، والعبد فيموت منه برضه عبده خادمه يعني فيعطيه العبد بداله، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي عمله في اخويا يجعلني اذمه، لكن انا بقى مش هذمه، طالما كان رفيق بيكو انا هاخبركم بقى بخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا فيه ان الذي يتولى امر المسلمين ويرفق بهم فالنبي دعا له، ومن تولى امر المسلمين وشق عليهم فالنبي دعا عليه بالمشقه، فهمت قصه الحديث بقى؟
أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق علي. الحديث ده على فكرة فيه لمز على معاوية، لأنه هو اللي بعت ده يشق على أخوها، ما أخوها من أمته بالنبي، مش أخوها من أمة النبي. خد بالك ذكاء ستنا عايش. ففي ظاهره مدح لوالي معاوية، وفي باطنه ذم لما فعله معاوية. فهمت ازاي؟ لأنه كان ممكن بدل ما يبعت جيش يقتل أخوها كان يتركه على مصر وخلاص، والحكاية سهلة. فهمت ازاي؟ وبعدين بمرور الزمن الأمور هتهدأ. إذا كان سيدنا الحسن ترك لك الحكم علشان لا ترق دماء المسلمين، تقوم أنت تبع الجيش يرق دماء المسلمين. فهمت ازاي؟ فهي ستنا عائشة عايزة، بس مش عايزة تعملها حريقة. قالت بذكاء كده، قالت الحديث بذكاء. فهم؟ وكأنها بتمدح اللي بييسر على المسلمين وبتذم اللي بيشق على المسلمين، فكما انهم شقوا على اخيها فهي ذمتهم. ولما رفق هذا بجنده فهي مدحته، ففي الظاهر مدح وفي الحقيقة ذم لأفعالهم، والله تعالى أعلى وأعلم بمرادها يعني. لكن ده يدلك على أن الصحابة كانوا يبلغوا حديث النبي مهما كانوا في أزمات نفسية، وأنهم يعني لابد أنها كانت يعني حزينة على أخيها وحزينة على ما حدث لأخيها، لكن بالرغم من ذلك هذا لا يمنعها من أن تبلغ ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم. حتى المرأة في بيتها مع أبنائها، شوفوا هي بتربي أبنائها كده لا تشق عليهم وإلا هتصيبها دعوة النبي. شوف المرأة في بيتها، يعني في ستات يربوا أولادهم بطريقة فيها قسوة، وأباء يربوا أولادهم بطريقة فيها قسوة، فدول بيشقوا على من تولوا أمرهم، يبقى يدخلوا في إيه؟ في نفس المسألة. فالإنسان وكذلك كل إنسان رئيس في مصلحة، إذا كان بيصعب على مرؤوسيه يبقى بيشق عليه، يدخل إيه؟ في هذا الحديث. وإذا كان بيرفق بمرؤوسيه يبقى ياخد ثواب هذا الحديث، ودعوة النبي مستجابة. إذا يسرت على الناس يسر الله عليك، وإذا عسرت على الناس عسر الله عليك. كما تدين تدان، اعملوا ما شئتم كما تدين تدان، مش كده برضو؟ وعن أبي قال: وحدثني محمد بن حاتم. والإمام الشافعي له قول لطيف منسوب إليه يعني، قال: ما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وما كان في شيء إلا زانه. قول للإمام الشافعي. الإمام الشافعي له أقوال كده كالحكم، تحفظها. كان حكيم فصيح عربي نسبا ولغة ولسانا وفقها ودينا، فاجتمعت فيه خصال عظيمة. عشان كده تلاقي ليه أقوال كده يعني كأنها يعني من معين الحكمة. فيقول إيه: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال برضو، ويبدو ان دي كانت ايه؟ اخبار وصلت اليهم كاحاديث نبوية ثم حولوها بعد ذلك الى حكم في الحياة، زي مثلا من وعظ اخاه سرا فقد نصحه وزانه. ده كلام الامام الشافعي برضو: من وعظ اخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه جهرا فقد فضحه وشانه. يبقى ما تيجي توعظ اخوك توعظه سرا، ما توعظوش جهرا امام الناس. من وعظ اخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظ اخاه جهرا فقد فضحه وشانه. دي كمان من اقوال الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، كلها مستمده من روح النبوه. لما بيعيشوا مع كلام النبي بتتفجر من قلوبهم يا نبي الحكمه.
تقوم تلاقيهم يتكلموا بالحكم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولو لم تكن راع على أحد فأنت راع على جوارحك وعلى جسدك، فعليك أن ترعى هذا الجسد ولا تجعل أعمالك سببا لأن يهلك هذا الجسد ويحرق في النار. يعني واحد يقول الحمد لله أنا مش راعي على حد، أنا ما مش مسؤول عن أي حد، لا مسؤول عن نفسك بقى، مسؤول عن نفسك، لا تهلك نفسك وتكون سببا لإهلاك نفسك. ويقال إيه؟ أن كل الجوارح تستجير من اللسان، تستجير بالله من اللسان، وتقول للسان كل يوم اتق الله فينا ما توديناش في داهية وتحرقنا، لأن اللسان يقول كلام يدخل صاحبه النار تقوم جوارحه تتحرق، فالجوارح كلها ايه؟ بتستعيذ بالله من اللسان. فيبقى انت راعي مسؤول عن رعيتك، فتحفظ نظرك فلا تنظر في المحارم، تحفظ اذنك فلا تسمع ما لا يليق، تحفظ يدك فلا تأخذ ما لا يحل لك، تحفظ قدمك فلا تسعى الا في الخير، تحفظ ايه؟ بطنك فلا يدخل فيها الا الحلال، تحفظ عقلك من كل شبهة ومن كل اعتراض على الشرع الشريف، فهمت ازاي؟ وتحفظ قلبك بذكر الله وبعدم الركون الى الدنيا، فانت ايضا راع على نفسك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر قال وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل جميعا عن ايوب قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان قال وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامه كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر مثل حديث الليث عن نافع قال ابو اسحاق حدثنا الحسن ابن بشر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا مثل حديث الليث عن نافع. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد وابن حجر كلهم عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول بمعنى حديث نافع عن ابن عمر، وزاد في حديث الزهري قال: وحسبت أنه قد قال الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. وعن أبي قال وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث عن بكير عن بسر بن سعيد أنه حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وعن أبي قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال
عاد عبيد الحسن البصري يعني عن الحسن قال عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار المزني في مرضه. عبيد الله ابن زياد ده ممن ساهم في قتل سيدنا الحسين، يعني من ايه، من المجرمين الكبار، من كبار المجرمين، فهمت؟ فانت هتسمع حديث هنا عن كبار المجرمين، فشوف بقى المجرمين اما يروا حديث يقولوا ازاي عشان تعرف لا تسلك سبيلهم. قال عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار ده هيجي لك في الاخر، هيقول لك الرواية التانية اللي هقول لك عليها في الاخر اللي هتبين معدنه يعني الاجرامي. ما هو كل واحد مجرم بيبقى عنده معدن اجرامي كده، جين مجرم كده، كريمينال اتيتيود، يعني سلوك اجرامي، فهمت ازاي؟ فالمجرمين دول ليهم سلوك معين، ربنا ينجينا منهم. قال عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت ان لي حياه ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كأنه إيه، بيوبخه بالحديث، بيوبخه بالحديث، فهمت بقى؟ هو جاي يزوره وده راجل إيه في مرض وفاته، وده راجل إيه حاكم ظالم مجرم، أم يروي له حديث في عاقبة المجرمين، فهمت؟ كأنه ايه بيأمره وينهاه، فنصح بطريقة غير مباشرة، فهمت بقى ازاي؟ فبيقول له ايه بقى، اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت ان لي حياة ما حدثتك، يعني لو كنت هعيش ما حدثتك بيه لحسن ايه، تعذبني بقى وتقتلني، ما انت مجرم، فهمت ازاي؟ كأنه هو بيقول كده، افهم بقى، افهم. فلازم الواحد يفهم وراء الكلام. لو علمت ان لي حياة ما حدثتك، لانك ظالم مجرم لا تتحمل النصيحة، فهمت ازاي؟ كأنه بيقول له كده بالضبط، بس ايه، بالمفهوم مش بالمنطوق. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقلنا لو كان بقى حرم عليه الجنة تحريم حقيقي إن استحل غش الأمة لكونهم مسلمين، يبقى كده. أو حرم عليه الجنة أي دخول الفائزين حتى يحاسب ويعاقب على ما فعل، فهمت ازاي؟ اذا كان اذا مات على الاسلام، زي ما قلنا ايام ما كنا بنشرح كتاب الايمان، فهمت؟ يبقى اما تحريم حقيقي للكافر او تحريم دخول الفائزين دون سابقة حساب وعقاب للمسلم الفاجر، واضح؟ وعن ابي قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل ابن زياد على معقل ابن يسار وهو وجع بمثل حديث ابي الاشهب، وزاد قال الا كنت حدثتني هذا قبل اليوم، قال ما حدثتك او لم اكن لاحدثك، يعني قبل الوقت كنت ليا معاك موقف. دول مجرمين اصلهم ما بيتطعسوش، خد بالك. وعن ابي قال وحدثنا ابو غسان المسمعي واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله ابن زياد دخل على معقل ابن يسار في مرضه. خد بالك أن زياد بن معاوية ده كان كل ولاة أمره مجرمين، كل الجيوش بتاعته حاطط على كل جيش من جيوشه مجرم من كبار المجرمين، واخد بالك؟ يزيد بن معاوية
وإلا كان لا يستقر لها الحكم إلا بالإجرام. فاستحل المدينة وقتل آل البيت، فهمت إزاي؟ وجعل حكام ظالمين على كل بقعة حتى يقهر الناس بالقبول، فهمت بقى؟ فربنا ينجينا من الظالمين دنيا وأخرى. أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معه الجنة. يعني بيبشر ويقول لك إن شاء الله مش هتدخل معنا الجنة. وعن أبي قال: وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرني سوادة بن أبي الأسود قال حدثني أبي أن معقل بن يسار مرض فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده نحو حديث الحسن عن معقل. والعجيب أن كل اللي قتلوا سيدنا الحسين ماتوا شر قتلة. لما تيجي تمسك بقى تواريخهم كل اللي شاركوا في سيدنا الحسين ماتوا شر قتلة. يعني هم قتلوه من أجل الدنيا، لم تروق لهم الدنيا، لا قالوا دنيا ولا آخر. هم قتلوه من أجل مناصب الدنيا اللي وعدهم بيها يزيد، فهمت إزاي؟ فخلي يزيد ينفعهم، هيتقابلوا يوم القيامة والرسول صلى الله عليه وسلم يبغضهم لما فعلوه في أحبابه. وعنه قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن أن عائد بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني. عائد بن عمرو ده صحابي تاني اهو، دخل على برضو ايه عبيد الله بن زياد اللي هو ايه الظالم ده اللي احنا لسه اللي كان بيزور معقل بن يسار، فقال: أي بني، لأنه سنه صغير بالنسبة لهم، هم كانوا شيوخ كبار وهو بقى شاب صغير في الثلاثين من عمره أو كده. فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منه. إن شر الرعاء يعني من يرعى الإبل، شرهم مين؟ الحطمة، يعني الذي إيه؟ يعني العنيف، العنيف. الحطمة يعني العنيف. إن شر الرعاء الحطمة يعني العنيف في رعاية الإبل، فأنت عنيف في رعاية الخلق. إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف قلة الأدب بقى، أو ده شيخ كبير في دور أبي أبائه وصحابي وبينصحه، واخد بالك، يوم يقول له إيه؟ أنت من نخالة، يعني من حثالة، من نخالة أصحاب، مش يقول رسول الله كمان محمد حف كده، يعني مجرم من جميع الجهات، لا احترم الصحابي ولا احترم حتى ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف قلة الأدب وسوء الخاتمة، واخد بالك ازاي، وقسوة القلب. بيكلم شاب عنده 30 سنة بيكلم واحد جاوز 70 من عمره، فهمت ازاي؟ ومش كده، ومش اي واحد، صاحب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينصحه لوجه الله، بيقول له: اوعى تكون عنيف في ولايتك للامور. هي دي كلمة تزعل؟ يوم يقول له ايه؟ اجلس، فانما انت من نخالة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نخالة يعني حثالة. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ بيرد عليه بقى: هل صحابة النبي فيهم منهم حثالة يعني؟ وهل كانت لهم نخالة؟ فهمت ازاي؟ بيرد، بيدافع عن الصحابة. انما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رد عليه على طول، فهمت ازاي؟ دافع عن الصحابة رضي الله عنه وارضاه. ونقف على باب غلظ تحريم الغلول غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.